السلام عليكم. اليوم راح نتكلم لكم على جسر جديد راه قيد الانشاء، يعبر طريق السيار تاع بن عكنون دار البيضاء على مستوى جسر قسنطينة والمنطقة اللي مسمى جسر قسنطينة. انا راني رايحين نشوفوا هذا الجسر هذا. هنا كاين احياء كثيره راهي قيد الانشاء لكن مازال ما نتكلمناش عليها، ويجي وقتها نتكلم عليها. اذا هذا الجسر هذا تقنيه مختلفه، يعني مش جسر، هو جسر حديدي مخدوم بالفولاذ، وراح يربط منطقة بير خادم بمنطقة جولي فيو، منطقة المحادية لمدينة يعني حي القبة، من الجهة الأخرى للطريق السيار. وهنا رانا في الطريق السيار وسوف نقترب من هذا الجسر الحديدي الفولاذي. والجسر هذا من إنشاء وإنجاز شركة كوسيدار. سوف نصل للجسر، وهو الجسر هذا على ما يمتد على طول حوالي 220 متر عبر طريق السيارة. وهنا نشوف يعني كثرة الجسور، يعني هذا يدل على أن الهياكل القاعدية موجودة في الجزائر، منشآت المواصلات والطرق موجودة بكثرة في الجزائر. أنا حاولت أن نروح باش ندير ليسانس، وما درت في حالي قلت نكمل. وانا نشوف انه وصلنا للجسر، نشوف يعني من يبان يعبر طريق السيار. دوك نستاسيوني نكاري السيارة ثم نروح نشوف المشروع هذا عن قرب. اذا هذا هو الجسر، خليكم تشوفوا الفيديو. السلام عليكم.